وأني من أبواب المراية ما باوع على ملامح، أني أشوف تعبير، أشوف حالة نفسية. هاي الأطباع بالمراية روتين تغوصين بالداخل؟ بالضبط، أباوع داخل العيون، أباوع داخل الأمعاء شكو، خلف الأضلع شكو، ورا الأضلات. متصالحة ويا دواخلك كلها؟ أي طبعاً متصالحة ويا العمر ويا الشكل ويا المسيرة؟ كلش متصالحة، وما عندي أبداً مشكلة، حتى بوجود التغييرات الشكلية يعني اللي تحدث على شكلنا الكبيرة. بهاي المسيرة اللي شقد؟ كم عقد؟ أربع عقود؟ أي أربع عقود؟ أربع عقود من العطاء. حققتي الطموح لو اقتربتي منه؟ لو بعدش ما اقتربتي من الطموح؟ لا، يعني حققت نجاح يمكن غيري ما حققه، يمكن ويمكن حققوا ناس أكثر من عندي. أنا داشي على الصعيد المحلي العراقي. العراقي. وبنفس الوقت أعتقد عندي بعد طموح أكبر وعندي عطاء أكثر. لو كتبتي كتاب حياتك، إيش تختاري لعنوان؟ يا يجوز مثلا ستانيسلافسكي حياتي في الفن. حياتي في الفن. واي واقعية أنت، سوبر واقعية. لا مو يعني مو ببالي، وبعدين ما أفكر أبدا بهاي الخطوة نهائيا. أربع عقود من العطاء، أربع عقود من الجمال، أربع عقود من الفن، أربع عقود من الفرح والابتسامة، تستحق لحظة بسيطة من التكريم. شكرا. لأنك أسعدت الملايين وأفنيت زهرة عمرك في سبيل الفن، منك ولك ولأجلك، إكراما لعطائك وتقديرا لإبداعك وعرفانا لدورك ومسيرتك الطويلة في إثراء الفن العراقي، نمنحك جائزتنا كهرمانة برمزيتها الفريدة، كونها أيقونة عراقية وقفت بجمالها في وجه القبح. ولأنك رمز فني عراقي صعب التكرار، نقف لك إجلالا وعرفانا، ونمنحك محبتنا، ونبوح لك بإعجابنا وتقديرنا، شاكرين ومقدرين دورك الذي تستحقين عليه لقب النهر الثالث. أميرتنا وجميلتنا السومرية، شكرا لهذه السنوات من العطاء، شكرا لليلى محمد، شكرا لجمهورنا، شكرا لمشاهدي ام بي سي عراق، شكرا لمشاهدي النهر الثالث.